بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، تحياتي لكل من يتابع الفيديو. اليوم عندي هاي العلبة السحرية، راح نشوف شنو تتكون من أفكار من إعادة التدوير. بالنسبة للبعض، لأن الفيديو موجود على اليوتيوب. هي معلمة بنتي قالت لهم تابعوه على اليوتيوب وسووا مثل هذه الأزهار اللي دا تشوفوها، عبارة عن المكان اللي تصير بالبيضة انقصة وسوتها على شكل زهرة بهذا التصميم. لكن أنا فكرتي طورت هاي نماذج الزهرات، بديت أخذ بالمقص مسافة أكثر وأتحكم بشكل الزهرة بحيث أنوع التصاميمها مثل ما هي بالحقيقة رب العالمين خالق لنا إياها بأشكال مختلفة. يعني أنت تقدرين هذا الكأس تقصيه من أماكن مختلفة، تأخذيها الورقة تصير عريضة أوراق الزهرة نفسها. طبعا هذا الشكل بعد بتغييرات حتى تحاكي المنظر الطبيعي. هسه أنا أشوف وش نموذج عملي. يعني مثلا هذه تحبين تبقين هاي النتوءات الموجودة أو تحبين تاخذيها بهذا الشكل. كل الأحوال لاحظوا قياسها يختلف عن قياس التصميم اللي طلبته المعلمة. تصير الورقة أعرض. ممكن ناخذها الورقة نفسها نعمل بها شق من المنتصف، راح تصير زهرة بهذا الشكل متعددة الأوراق مو فقط أربع أوراق. وممكن نستمر أن ناخذ بالمقص نعمل بها شراشيب بهذا الشكل، وهذا كأس صغير. بتكرار هاي القلاصات الصغار يعني نخليها واحدة فوق الثانية، وممكن ندمج بين الألوان راح نطلع بسلة أزهار تحاكي الأزهار الحقيقية مثل ما حتلاحظون. هاي السلة الجميلة منو يتوقع من بعيد هي من كرتونات البيض. خلينا نشوفها وحدة وحدة ناخذ فكرة عنها. هنا شوفوا هاي طعمت لونين الأخضر والأصفر، وأستعين الأوراق الصناعية من عندك أزهار تصير قديمة، يعني يصير عليها تراب بعد فترة من الزمن ترميها لكن تحتفظين بالأوراق. خلينا نشوف تصميم آخر. ألوان البنفسجي والوردي وشكلها الأوراق مستطيلات. هاي شوفوها شلون وردة كبيرة، زهرة كبيرة، يعني هي نفس الجلاس اللي تقعد بيه البيضة، بس قدرنا يعني نستخرج من عنده زهرة كبيرة الحجم، مو نفس القياس اللي المعلمة طلبته من الطالبات. نطور احنا الفكرة، ممكن ناخذها من غيرنا، فكرة ما كنا نعرف بيها لكن احنا نطورها، يعني نغير كل مرة شكل أوراق الزهرة ونستخدم ألوان الطبقات المختلفة. ها شوف شلون حلوة شراشيب، وهذه شلون كبيرة. أتمنى هاي أول فكرة عجبتكم، رغم إنه هي فكرة بسيطة من مكونات بسيطة، بس مثل هيك مزهرية حلوة، يعني مو تخليها
غرفة الخطار مكان أساسي بالبيت، بس هسه مثلا أنا هنا عندي هاي البوافية بالطابق الفوق الهول الفوق، ممكن أحتفظ مثل هيجي شغلات أو أقدمها للمدرسة، بالمدرسة كلش يفرحون بهيجي أعمال فنية. هذه الفكرة أيضا معلمة بنتي طلبتها من عندهم، ولأن أنا أحب الأعمال الفنية فجذبني الشغل وسألتها البنتي ها شنو تسوين. أيضا فيديو موجود على اليوتيوب، بس هاي المزهرية قديمة فما عندي موادها الأولية، قبل كان بالأسواق نوع من الآبرو لماعي نقصه نعمله على شكل شرايط ونظل نبرمهم وبعدين نلصقهم بالسيليكون. هاي المزهرية حلوة، أنا مصورت لكم إياها بإحدى فيديوهاتي، هي فكرتها أيضا بسيطة بس جذابة. وبعض أعمال عادة التدوير ما تتطلب إنه نشارككم الخطوات، حتى من عن الرتابة إنه المتابع يشوف صاحبة القناة تستخدم السيليكون أو تستخدم يعني الكتر، مجرد شرح الفكرة بعض الأعمال يفي بالغرض. أتمنى عجبتكم الفكرة الثانية. هنا عندي فكرة من صميم الواقع احتاجيتها فعلا، كانت عندي هاي العلبة اللي دا تشوفوها اخلي بيها غسيل الملابس الباودر، انكسرت الحجم الكبير وهاي ظلت الصغيرة ما تكفيني، وبالصدفة نفد عندي قاصر الملابس اللي هو مبيض الملابس، هاي العلبة يعني اكو بالاسواق علب نفس الموديل او طالة احنا نصيحها، قصيتها اخذت القطعة يعني الاسفل من عدها حتى تستوعب كمية من التايد او غسيل الملابس الباودر، وهنا المتبقي من العلبة عملت من عندها هاي الملعقة نغرف بيها التايد اللي يريده، وخليت لهم دالتين من نفس النوع حتى تبين هاي القطعتين سوية، وحتى لا تضيع هاي القطعة ثبتتها بهاي التعلاقة. اما بخصوص هاي التعلاقة اني يعني كصاحبة افكار اعادة تدوير ما ارمي شي بسهولة، فراح تتجمع عندي بعض الشغلات، مو ضروري انه انا بوقتها من اجمعها اعرف شنو راح اسوي بها، بس احتاجها بالصدفة والقي عندي مثل هاي الشغلات. راح اترك الك انه انت تذكري لي بالتعليقات هاي مالت شنو، اكيد انت تستخدميها هواية من خلال الشغلات اللي تشتريها، انت عندك مثلها بالبيت انا متأكدة. اخذت القطعة الامامية فقط هاي اخذتها وهملت هاي ما احتاجها، ثبتتها من الداخل مثل ما تلاحظون، ثبتتها بواسطة السيليكون وصارت عندي بهالشكل تعلاقة. هسه راح نصب بيها التايد، نشوفكم الاستعمال العملي. مثل ما تعرفون هاي الاكياس معرضة انه تنسكب تنطش يعني، فالاحسن نخليها بعلب. هالشكل نقدر نغرف من عندها بهاي الطريقة. بعد الاستخدام من نكمل نرجعها بمكانها بهذا الشكل. اتمنى عجبتكم هاي الفكرة الثالثة. المتبقي راح اسكبه هنا. التعبئة الأنواع من العصائر حاليا موجودة بالسوق، لاحظوا نوعيتها شلون قوية. طبعا أنا ما أنصحكم هاي النوعية نفسها تستعملوها لأن كلش قوية مثل الخشب واجهت صعوبة من قصيتها، يفضل هو بطل القاصر نفسه أو تعبئة مبيض الملابس، نوعها يصير طري وبنفس الوقت دامتانة جيدة. راح نقصها بغير اتجاه يعني لأفكار ثانية. احنا بالمرة السابقة اخذنا الجزء الاسفل، المرة راح ناخذ هذا الشكل. لاحظوا
أخذنا هذا الجزء، يعني بعد ما راح ينفع نستفاد من الجزء الأسفل، حولناه مثل المغرفة. ومثل ما قلت لكم ذاك النوعية أفضل من ناحية القص ومن ناحية الشكل، والمتبقي راح ناخذ هالمرة الجزء الأعلى. يتكون عندنا قمع، هذا القمع مفيد بالمطبخ، يفيدنا بالبيت. احيانا تنسين من تروحين للسوق، تنسين تشترين النواقص بالبيت، فممكن انت اذا ما عندك قمع بالبيت تصنعيه بنفسك، وهذا شكله نوعيته زينة وشكله حلو. هاي فكرتي الرابعة. هنا عندي علب الكنتاكي، هواية مشاركتكم فيديوهات شنو ممكن نستعملها. أنا مو بصادة هذه الفكرة، بس بصراحة بالصدفة فعلا احتاجيتها من بداية المدارس. تعرفون أولادنا الصبح يستعجلون ويظل بالي إنه ما ماخذ مصروفه، أحيانا ما محضرت له اللانج بوكس فلازم ياخذ وياه يعني فلوس، فهنا خليت له علبة يحتفظ بها بالنقود مالته. كل ما يزيد عندي ربع أخليه بيه هذا الابن الصغير دائما، حتى هو مسؤول انه ياخذها اذا انا نسيت اذكره او يكون مستعجل الصبح. هاي الفكره الاخيره لفيديو اليوم. اتمنى الفيديو عجبكم لهذا اليوم وعجبتكم حقيبتي السحريه. اشكركم على حسن المتابعه، مع السلامه.